تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لمتابعتنا باستمرار. ريد بول القفز من الفضاء. في أكتوبر لعام 2012 صعد فيليكس بومغرتنر لارتفاع 40,000 متر ببالون مليء بالهيليوم، وذلك من خلال قفزة من الغلاف الجوي، حيث بلغت سرعة فيليكس تقريبا 1300 كيلومتر في الساعة أثناء هبوطه، وهو ما جعل منه أول رجل يخترق سرعة الصوت في سقوط حر. تسلق برج خليفة. نجح المغامر الفرنسي ألان روبر الذي يعرف باسم الرجل العنكبوت في تسلق برج خليفة في دبي، والذي يعد أعلى مبنى في العالم، في نحو 6 ساعات، وحضر الآلاف من الجماهير لمشاهدة تسلق روبر البرج العملاق الذي يبلغ ارتفاعه 828 متر، وتم اتخاذ تدابير الأمان والسلامة بالكامل في حالة السقوط. باول روزالي والأفعى. قام المغامر باول روزالي بمغامرة غريبة وخطيرة للغاية، إذ قرر السماح لأفعى الأناكوندا شديدة الخطورة بالتهامه، واتفق مع قناة ديسكفري على تغطية الحدث. وبالفعل قامت القناة بتوفير مصور عمل على تتبع الأفعى العملاقة، وكان الحدث مليئا بالإثارة والرعب، ولكن القدر عمل على إنقاذ روزالي في الثواني الأخيرة، إذ أن الأفعى قامت بكسر ذراعه أثناء محاولة التهامه، وفشلت المحاولة المجنونة. المشي على حبل بين منطادين. عندما عبر بين منطادين معلقين على ارتفاع 33 مترا فوق غابة في يوليو عام 2013. المشي على أجنحة الطائرات. شقيقتان من بريطانيا تقومان بأعمال مثيرة للغاية، تقومان بألعاب بهلوانية على أجنحة الطائرات تحلق في الجو على ارتفاعات كبيرة في استعراضات مبهرة. أمتعت الشقيقتان الحشود في معرض دبي بالمدينة الإماراتية عام 2015، وذلك عندما قاما بعرض مذهل على أجنحة الطائرات المحلقة في الجو. اختراق حاجز الصوت على الأرض. أندي جرين قائد جناح سابق بسلاح الجو الملكي البريطاني، يحمل الطيار البريطاني الرقم القياسي لاند سبيد ريكورد منذ عام 1997 بسرعة بلغت 1228 كيلومترا في الساعة. الانزلاق من بناية روتردام. النجم الصيني جاكي شان هو أشهر من يعمل في مجال المخاطر في السينما، حيث يقوم بنفسه بالأعمال الخطرة. وخلال مشواره الفني قام جاكي شان بعدة مغامرات خطرة تسبب بعضها في جروح خطرة، بينما كانت أخطر المغامرات التي خاضها هي القفز من بناية وولمسفيرف المتكونة من 21 طابقا في روتردام بعد انزلاقه بزاوية 45 درجة في إحدى مشاهد فيلم هو آي أم، وهو المشهد الذي استغرق تحضيره أسبوعان حتى يسيطر جاكي شان على أعصابه لتصوير المشهد، فأي خطأ ولو بسيط قد ينهي حياته في لحظة واحدة. القفز بدون مظلة. عام 2012 قام المغامر جيري كونري البالغ من العمر 45 عاما بقفزة خطيرة من طائرة مروحية ببدلته المجنحة من ارتفاع بلغ 2400 قدم، ولكنه لم يفتح المظلة بتاتا، حيث سقط في النهاية فوق صناديق كرتونية فارغة، ليصبح بذلك أول شخص يهبط من هذا الارتفاع بنجاح بدون استخدام باراشوت. لأن نيك وولندا أحد مجانين المغامرة قرر يونيو 2013 ليسير على حبل بلا أي حماية أو شبكة أمان أسفله بين جبلين فوق الأخدود العظيم في الولايات المتحدة على ارتفاع 1500 قدم، وهو ارتفاع أعلى من ناطحة سحاب إمباير ستيت الشهيرة، أي أنه حرفيا وضع حياته على المحك وسط تيارات هوائية شديدة على ارتفاع كهذا يصبح حفظ التوازن صعب للغاية. تامي أون هو لاعب كمال أجسام من مدينة برمنغهام، لقب نفسه بالمطب البشري، وكان الظهور الأول له في البرنامج التلفزي سوبر هيومن ليصبح صاحب الرقم القياسي بموسوعة جينيس العالمية،
ففي عام 2009 مر فوق معدته أكبر عدد من العربات، وعددها 9 عربات تزن ما بين 3000 إلى 4000 كيلوغرام. إن أعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر لايك واشترك في القناة لدعمنا، ونستمر في نشر المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.